السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما تلاحظون كتاب اللغة العربية، أي الكتاب المدرسي اللغة العربية للسنة الثانية متوسط. إذن سأشرح في حل تمرينات هذا الكتاب إن شاء الله. تابعوني فقط خطوة خطوة لنكمل الكتاب إلى الآخر. إذن بعد أن تقرأوا في المدرسة أو الأستاذ تقرأ لكم مع عائلة عيني من درس بيتال لمحمد ديب، الكاتب المعروف محمد ديب، سأجيب مباشرة على الأسئلة المطروحة في الكتاب. إذن أفهم وأناقش. السؤال الأول: أين تقع درس بيتال وبما يتصف سكانها؟ تقع درس بيتال في المدينة القديمة القصبة في الجزائر العاصمة، بين طرق ضيقة صغيرة. بماذا يتصف سكانها؟ يتصف سكانها بالفقر الشديد. السؤال الثاني: أذكر أوصاف البيت، يعني درس بيتال، من الخارج ومن الداخل. إذا نوصف درس بيتال، هذا هو الحي الذي يوجد فيه درس بيتال، حي ضيق. إذن أوصاف البيت من الخارج: هو بيت كبير عتيق. إذن بيت كبير عتيق يعني بيت كبير قديم، يطل على شارع ضيق، هذا هو الشارع الضيق. أما أوصافه من الداخل: هو فيه باق عريض يتصل الرواق بفناء على الطراز القديم، وفي وسطه توجد بركة، بركة ماء. يعني هذا الوصف أوصفه لكم حسب الفيلم الذي رأيته في درس بيتال. أنتما الأستاذة ستقرأ لكم نصا فيه على هذه الأوصاف. وفي داخل هذا البيت كذلك توجد هناك تزيينات كبيرة على الجدران. روحوا للسؤال الثالث: تحدث عن الظروف المعيشية للعائلات المقيمة في هذا البيت. إذن كيف كانت حالة العائلات التي تعيش في دار سبيتار؟ إذن الظروف المعيشية للعائلات المقيمة في هذا البيت هي ظروف صعبة جدا، فهي عائلات فقيرة كانت تسكن دار سبيتال. السؤال الرابع: من المتسبب حسب رأيك في هذه الظروف الصعبة؟ إذن في ذلك الحين كان الاستعمار الفرنسي في الجزائر. إذن المتسبب في هذه الظروف هو الاستعمار الفرنسي. خامسا: من أين تستمد الأسرة الجزائرية مقومات تماسكها؟ ووضح ذلك. إذن الجواب يكون أن الأسر الجزائرية، إذن تستمد الأسر الجزائرية مقومات تماسكها من دينها الحنيف المغروس فيها. إذن كيف نوضح ذلك؟ أن الظروف القاسية، لأن الظروف القاسية التي كانت تعيشها زادت من تماسك هذه الأسر. يظهر ذلك في تفقد العائلات في بعضها البعض ومساعدة بعضهم البعض في السراء والضراء. إذن هذه الإجابة على السؤال الخامس. إذن نذهب الآن إلى أنتج مشافهة. ما زالت الأم في الأسرة الجزائرية هي المنبع الطبيعي لعواطف الود والحنان. لأن الأم دائما هي منبع الحب والحنان، تحافظ على تماسك الأسرة. إذن هي التي تحافظ على تماسك الأسرة وترابطها مهما كانت ظروف الحياة. بناء على ما فهمت من نص عائلة عيني، النص الذي تقرأه لكم الأستاذة، تحاور مع زميلك مبينا دور أمك في الحفاظ على الأسرة. إذن هنا تعمل حوار أنت وزميلك
تتحاورون عن دور الأم في الحفاظ على الأسرة. إذن أقرأ لكم حوار صغير. قلت لصديقي: أحب أمي. قال الصديق: من لا يحب أمه؟ كلنا نحب أمهاتنا. قلت: أمي هي أساس الأسرة، فهي منبع الحنان والحب، هي التي تسهر على راحتي، وهي التي ترعاني في حياتي. قال الصديق: هذه وظيفة الأم الطبيعية. قلت: أمي تعطي لأسرتي طعما آخر، وتعمل أمي جاهدة على أن تجعل هذه الأسرة سعيدة وفرحانة في كل الأحوال. ليست وظيفتها طبيعية، بل هي وظيفتها غريزية وتعطي بكل حب. قال الصديق: وهذا ما تفعله أمي أيضا. قلت: الأم الصالحة تبني الأسر وتحافظ عليها، وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم على الأم، قال: أمك ثم أمك ثم أمك. وهذا ما تفعله أمي، ولذلك أحبه حب لا ينتهي أبدا. إذن أتمنى أن هذا الحوار أعجبكم. السؤال الذي بقي هنا، إذن تحضير هذا تحضروه أنتم: عرفت أن العائلة الجزائرية قد حافظت على كيانها رغم ظروف القهر الاستعماري، فاستمرت تحاول توفير الأمن والسعادة لأفرادها لينشأوا نشأة أصيلة وينهلوا من الممانع الوطنية الحقة. استعن بنص سهرة عائلية لتبين دور العائلة في توفير الأمن والسعادة لأفرادها. إذن تكتبوا وضعية اجتماعية عن العائلة وكيف توفر الأمن والسعادة لأفرادها. إذن إليكم نموذج لهذه الوضعية بالنسبة للعائلة. إن شاء الله تعجبكم، وتاخذوا منها نموذج فقط وتغيروا منها بعض الكلمات لتكون فائدة لكم. إذن قبل ما نقرأ لكم الوضعية، أولا وقبل كل شيء لابد من كل وضعية نسمو لها مقدمة وعرض وخاتمة. المقدمة قد تبدأ بشواهد، يعني حديث أو آية أو مقولة أو بيت شعري. كذلك بالنسبة للخاتمة لابد أن تكون فيها آية أو حديث أو مقولة أو بيت شعري. هذا باش نميلكم ونزيد لكم بعض النقاط للوضعية. إذن نقرأ لكم الوضعية، أتمنى أنها تكون قد أعجبتكم. إذن في المقدمة، هاوش كتبت في المقدمة وجيزة فقط: العائلة تجمع الوالدين والأبناء والأجداد، هي أساس المجتمعات والركيزة لكل الحضارات. أما العرض: تجمع العائلة كل عواطف الود والحنان وعلاقة التعاون والمحبة، وتنشر الدفء ليتماسك أفراد العائلة، وتزرع البر والاحترام الذي يظهر في طاعة الأبناء لآبائهم، لأن طاعتهما طاعة الله تعالى من طاعة الله تعالى. إذن لا ننسى دائما العائلة تتكون من الوالدين الأبناء والأجداد، يعني الأسرة زائد الأجداد. إذن أكمل العرض: كما يحرص الآباء على تربية أفراد الأسرة تربية سليمة وتعليمهم والسهر على حمايتهم ومراقبتهم في مشوار حياتهم وتوفير لهم الأمان والإطمئنان ليصبحوا قادة المستقبل، وللعائلة أيضا دورا فعالا يتجلى في العمل بكل سرور لتلبية وتوفير حاجات أبنائهم من مأكل ومشرب وأمن ونشر السعادة، في حين على الأبناء طاعتهم واحترامهم. إذن طاعتهم واحترامهم تعود إلى العائلة، إلى أفراد العائلة. هكذا يكون التعاون متبادل، فتصبح الأسرة متماسكة مترابطة.
العائلة هي المكان الوحيد الذي يجمع أفراد الأسرة، وتكون فيه السكينة والطمأنينة والسعادة، لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أقرأ الآية سورة النحل، يعني جبت لكم فقط مقطع ما كملتهاش، هنا حطيتها نقاط. إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا بنينة وحفدة ورزقكم من الطيبات. إذا هذه سورة النحل الآية 72، ارتك النقاط. إذا تلاحظون هنا أني استشهدت بآية في الخاتمة، هذه الخاتمة. أتمنى أن تكون هذه الوضعية الإدماجية أعجبتكم. هكذا نكون قد أنهينا الدرس عائلتين لمحمد ديب من الكتاب المدرسي لغة عربية سنة ثانية من المتوسط. إلى درس قادم وحل تمرينات قادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، وأقول لكم سلام.